غادر الوزير الأول سيد محمد البلال مسعود بعد ظهر اليوم مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، متوجها إلى العاصمة نواكشوط بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم لأول مرة في المدينة. وودع الوزير الأول بمطار النعمة من قبل والي الحوض الشرقي السيد سلمو السيدي وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس جهة الحوض الشرقي وعمدة بلدية النعمة وقائد المنطقة العسكرية الخامسة وقادة التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية والمنتخبين المحليين.